عليك سؤال في هذا الإطار أن تتفضلي به، وإلا قطعت الخط عنك. شكرا لك، مع السلامة. زياد أحمد من السعودية. أخ زياد، الو، تفضل يا أخ زياد. مساء الخير. تفضل. دكتور عبد الله النفيسي، وجه التحية استاذ الكبير. في تعليقك على الحركة السلفية بالكويت، ما هي النظرة المستقبلية اللي يشوفها دكتور عبد الله النفيسي بالنسبة للحركات الحركة السلفية بالتحديد في الكويت؟ شكرا. تفضل. أنا بعتقد أنه الحركة السلفية في الكويت حركة واعدة، ويوم بعد يوم بتكسب مصداقية وبتكسب جمهور، وأنا لا أقيس نجاح الحركة في موضوع الانتخابات إطلاقا، بل أنا ألح ليس فقط على السلف بل حتى على الحركة الدستورية أنه يقللوا كثير من اهتمامهم في مواضيع الانتخابات ويعودوا إلى الاهتمام بموضوع الدعوة الإسلامية في المنطقة، وارتداد الدعوة الإسلامية إلى عمل سياسي محض يؤثر على مستقبل الدعوة الإسلامية في الخليج والجزيرة، ولا بد من الاهتمام بموضوع الدعوة أيضا، لأن أنا مشايف أنه الاهتمام في موضوع الانتخابات أهمل كثير موضوع الدعوة الإسلامية. والشيء الجميل في الحركة السلفية أنها بتركز على الدعوة أكثر من تركيزها على السياسة، ولذلك أنا أرى بأن ثمة مستقبل واعد للحركة السلفية في إقليم الخليج والجزيرة. عندي مبارك الحشاش من الكويت يقول أن لقاء الدكتور النفيسي مع الجزيرة يأمل أن يكون بداية صفحة جديدة بعد تعكير صفو الجزيرة ودولة الكويت، ويسأل عن فئة البدون ورؤيتك لحل هذه المشكلة. مسألة البدون طرحت منذ بداية السبعينيات في الكويت، وشكلت لجنة مركزية من طرف الحكومة للبحث في هذا الموضوع، وقسمت هذه الفئة إلى شرائح اللي وجدوا في الكويت قبل التاريخ الفلاني وبعد التاريخ الفلاني، وفي ما أعلم والله أعلم أنه مجموعة منهم تم تجنيسهم. وأنا من زاوية إسلامية أقول بأنه لابد من تجنيس الباقين والاستعجال في ذلك. دكتور، في يعني مع كلامك عن الإسلاميين والعلاقة بين الإسلاميين والحكومة، من الملاحظ في الفترة الأخيرة وجود توتر أو نبرة عالية للتوتر بين الإسلاميين والحكومة، إلى ما ترجع هذا التوتر الذي حدث مؤخرا والذي وصل إلى حد أن الحكومة تريد أن تصدر بعض القوانين التي تحد من النشاط الخيري على وجه الخصوص ونشاط الجمعيات الإسلامية؟ هناك إلحاح أمريكي على أقليم الخليج والجزيرة وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، بأنه لا أظن أن هذا الإلحاح مبرر، أن كثير من الأموال التي تخرج من أقليم الخليج والجزيرة تمول حركات بعضها إسلامية صرفة، وتتسرب بعض هذه الأموال إلى بعض التنظيمات التي تسميها الإدارة الأمريكية بالتنظيمات الإرهابية. من هذا الباب نشطت الإدارة الأمريكية بتنبيه دول مجلس التعاون الخليجي بتجفيف الأموال هذه من محفظة التنظيمات الإسلامية. من هذا الباب في تصوري تتحرك ليس فقط الحكومة الكويتية بل حكومات أخرى لا أود أن أذكرها هنا في قناة الجزيرة حتى لا تتوتر العلاقات بين الجزيرة وهذه الحكومات. كفاية علينا، كفاية عليكم. من هذا الباب أنا أقول ثمت تحركات رسمية في الكويت وفق هذا الخط لضبط العمل الخيري وفق يعني منظورات حكومية أكثر منها منظورات شعبية، مع أنه العمل الخيري الكويتي اللي بتقوم به المجموعات الإسلامية سواء حركة دستورية أو سلف أو غيرها من أفراد، أنا بتصور
عنوان شرف للكويت وللخليج. معنى ذلك أن الضغط سيأتي وسيتم التقليص فعلا طالما أنه مطلب أمريكي. أنا أتصور أنه الأمريكان حريصين اليوم على شيئين في الخليج، تفكيك الحالة الإسلامية في الجزيرة العربية، تفكيكها تماما يعني، والشيء الثاني إعادة صياغة للمجتمعات الخليجية والجزيرة، لأن الأمريكان جايين هني وناوين يمكثون، ومكثهم هذا مقدمة لمجيء الإسرائيليين وغيرهم إلى المنطقة، وهذه الحالة الإسلامية هي المعيق الأساسي للأمريكان وغيرهم. ولذلك ثمت استراتيجية أمريكية بضرورة تفكيك هذه الحالة الإسلامية، سواء مثلت بالحركة الدستورية أو السلف أو غيرها من التنظيمات الإسلامية. ولذلك أنا شايف يعني في بحر السنوات القادمة هذه سوف تضيق الدائرة على كافة الإسلاميين في شتى راياتهم ومسمياتهم في إقليم الخليج والجزيرة. كلام خطير يا دكتور. غسان شلهوب من ساحل العاج، تفضل يا غسان. ألو، حياك الله، تفضل. عليكم. عليكم السلام. أنا لبناني وشيعي من جنوب لبنان. حياك الله يا سيدي. من بلدة قانا بالضبط. أهلا بيك. لأول مرة أسمع كلام واضح يفسر عن حرية نوعا ما من الحرية لجميع الطيارات الإسلامية أو غير الإسلامية في دولة عربية بالخليج العربي، وهذا شيء جيد. نتمنى أن يعم جميع الخليج العربي وكل الدول العربية عامة نوعا ما من الديمقراطية مهما كانت الطيارات. وصح كلام الدكتور كثير منطقي بطريقته لشرح الموضوع عن الانتخابات الكويتية، ويشكر على هذا الموضوع. شكرا لك. هل لديك سؤال يا غسان؟ كثير. لديك سؤال؟ أنا لي شكر لكم على هذا الموضوع ككل، لأنه يوضح أشياء أنا لا أعلمها عن الكويت، اليوم تعلمتها كشيعي بالدول العربية إجمالا. نعتبر مضطهدين، واليوم أسمع أنه في الكويت طيار شيعي باستطاعته أن يتكلم. نحن مسلمين ككل المسلمين، ولقد أبرزنا هذا في لبنان، في جنوب لبنان، وخاصة في وجه العدو الإسرائيلي اللي هو عدو جميع العرب والإسلاميين ككل، ليس لبنان لوحده أو سوريا أو فلسطين. شكرا لك يا غسان، وأود أن أزيدك أيضا بأنه كان من المقرر أن يكون ضيفنا للأسبوع القادم أحد ممثلي التيار الإسلامي الشيعي في الكويت، ولكنه للأسف اعتذر متضامنا مع الموجة التي تشن ضد الجزيرة. يعسوب الأحناف من الولايات المتحدة الأمريكية، تفضل يا يعسوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا قبل الحديث أحيي قناة الجزيرة وأشكر جزيل الشكر إلى الأستاذ أحمد منصور، حياك الله يا سيدي، ولا سيما استضافته الباحث الضليع الدكتور عبد الله النبيتي، حياك الله يا سيدي، حيث أن عبد الله النبيتي باحث موضوعي يقرأ قراءة النص قراءة صحيحة، وله بحوثات قيمة منها دور الشيعة في تكوين الدولة الحديثة بالعراق. وداخلتي هنا نص قراءة في نص امرأة تقول المفكرة الإسلامية العراقية الشهيدة آمنة بنت الهدى. سيدي عسوب، سيدي عسوب، نحن نتكلم عن الانتخابات الكويتية، أرجو إذا كان سؤالك في إطار تقول المفكرة أن الحركات التحريرية التي يقودها الرجل تدعو إلى تحرير المرأة، فمن هو الذي استعبدها؟ وأن المرأة أدرى بمشاكلها قبل الرجل. التساؤل كيف تقرأ الحركات التحريرية أو التيارات الإسلامية هذا النص؟ وشكرا. أشكرك شكرا جزيلا، وهذا دكتور يدفعنا إلى فتح ملف المرأة الكويتية وموقف الحركات الإسلامية من المرسوم بقانون الذي أصدره أمير الكويت فيما يتعلق بمنح المرأة الكويتية الحق في الترشيح والانتخاب ابتداء من
الانتخابات البرلمانية القادمة. الحركات الإسلامية على اختلاف توجهها في الكويت تقف